نطمن على نادي الزمالك في السعودية ومباراته القادمة إن شاء الله أمام الشباب السعودي. نتصل أو نتكلم مع زميلنا المميز دوما محمد مطاوع من السعودية، يقول لنا الوضع هناك إيه بالنسبة لنادي الزمالك. يا محمد، منور الدنيا ومشرف. حبيبي يا كريم، انت اللي منور ومشرف، كل يعني مساء الخير عليك وعلى كل متابعينك. قول لي الوضع عندك ايه؟ الوضع في المباراه الاولى كان بالنسبه لنا ايجابي جدا وحسينا بتفاؤل عظيم جدا، قول لي بقى الحاله بتاعت اللاعبين، الجهاز الفني، البعثه كلها. يعني اكيد طبعا في فرحه بالبدايه القويه من جانب نادي الزمالك، حتى لو المنافس ليس في افضل حال، ولكن هي البدايه ادت للفريق دفعه معنويه كبيره جدا. وسيرو كان حريص جدا جدا يا كريم ان ياكد على اللاعبين ان لسه دي البدايه عرفت الموجودين ان في فريق اسمه الزمالك، فريق كبير موجود في البطوله، ولكن المباريات اللي جايه اقوى، وان الزمالك داخل البطوله مش المنافس السهل، مش المنافس اللي جاي يلعب ثلاث مباريات ويودع البطوله. فيعني دي الرساله حتى النهارده اللي وصلها سيريو في المران الصباح النهارده للاعبين، ان احنا لسه بنبدا المشوار، لسه قدامنا كتير. مباراه الشباب من اصعب المباريات، وهي مباراه يعني بمثابه التاهل بالنسبه لنا، لو قدرنا نفوز فيها الموضوع بالنسبه لنا هيكون حسم في التاهل. فلا يعني برغم الفرحه بالفوز وكل الكلام الجميل ده، الا ان سيريو حذر جدا جدا في تعامله مع اللاعبين، وانه يسيطر على فرحه البدايه في البطوله العربيه. طيب سيريو عودنا انه ليه مفاجآت كده في التشكيل وفي طريقه اللعب مباراه عن مباراه، هل مباراه الشباب السعودي هتتلعب بنفس الطريق بنفس التشكيل اللي اتلعب بيه مباراه اتحاد المنيسيه، ولا ممكن نشوف تغييرات؟ بص يا كريم، يعني لو كنا بنشوف المفاجآت والتغييرات دي في الدوري، فيعني كانت الامور فيها يعني زي ما بنقول في الكوره كده، هات وخد، في مساحه انك تقدر تعوض، انك تقدر يعني مباريات ثانيه تعوضك. ولكن كمان السكواد اللي الزمالك مسافر بيه او القائمه اللي مسافر بيها للسعوديه مش القائمه الكبيره، ما فيهاش البدائل الكثيره اللي تخليه يشتغل على العناصر دي، فهو يعني بنسبه كبيره من التدريبات. وبكره المران طبعا النهائي اللي هيبقى مفتوح للاعلاميين، هنبقى متواجدين فيه ان شاء الله، يعني هننقل بالليل لجمهور رقم 10 كل الكواليس برضه قبل ليله المباراه. فالراجل لا هيشتغل بنفس التشكيل اللي لعب بيه مباراه اتحاد المنستير التونسي، خاصه زي ما بقول لك كريم مفيش يعني الدكه، لو انت بتبص على الدكه مش هتلاقي غير رؤى، عمرو السيسي، سيد نيمار اللي هو لما احتاجهم نزلهم، الباقي كله عناصر صغيره. طبعا مع عدم دخول اوباما وحمدي علاء واحمد زكي حتى الان لقائمه البطوله، فالامور بالنسبه له هلا هلعب بنفس التشكيل، خاصه ان هو عايز ينزل بالقوه الضربه بتاعته يقدر يحسم المباراه مبكرا يعني. طيب مطوع، عايز استغل وجودك معايا، وكنت بتكلم قبل ما تخش على طول انه الزمالك الامور بتضيق عليه جدا في الخيارات المتاحه في السوق الانتقالات الاجنبي، يعني لما يعوز يشتري لعيبه عرب او اجانب الامور بقت يعني مقفله شويه، عشان كله بيقفل ورقه دلوقتي، واللي اشترى اشترى واللي باع باع، والزمالك لسه متاخر في الموضوع ده. هل انا وجهه نظري سليمه ولا الزمالك مخلص اموره مع بعض اللاعبين الاجانب؟ لا لا، وجهه نظرك سليمه بنسبه كبيره جدا يا كريم. وخلينا نقول ان نادي الزمالك الاولويه ليه في الفتره الحاليه هي سداد غرامه سبورتنج لشبونه، سداد غرامه اتشامبونج، الاثنين بتتكلم في 1,600,000 او 1,700,000 دولار تقريبا، فدي الاولويه بالنسبه لنادي الزمالك عشان يمنع ايقاف القيد، يقدر بعدها يدعم بلاعبين من الدوري المصري، قدر يلاقي عناصر تفيده محترفين، قدر ما قدرش فالامر هيتم تاجيله لفتره الانتقالات المقبله في يناير، ولكن الاولويه الاولى والاخيره لاداره الزمالك في الفتره الحاليه ان الزمالك يسدد الغرامات والمديونات اللي عليه منعا لايقاف القيد ثلاث فترات، ده الاهم بالنسبه للزمالك. والزمالك المفروض يسدد امتى ان شاء الله؟ بص، الزمالك المفروض ان هي الفلوس في زي ما بيقولوا في طور التجميع، بس الزمالك مستني، بص عشان نكون اكثر وضوحا يعني بنسبه كبيره، اللي هو ان كهربا يدفع المستحقات اللي عليه قبل يوم 3/8، دي هتعمل سيوله كبيره لاداره نادي الزمالك، هتقدر من خلالها يسدد المستحقات دي، يقدر يخش بيها في صفقات الباقي او يدع يعني يدفع المستحقات متاخره للاعبين في كل الالعاب في كره القدم، فده الاهم بالنسبه لاداره الزمالك في الفتره الحاليه، سداد المستحقات، سداد غرامه سبورتنج لشبونه 1,400,000، سداد 250,000 تقريبا لاتشمبونج، وسداد المستحقات الماليه للاعبين قبل بدايه الموسم. صحيح الزميل العزيز
محمد مطاوع من السعودية، وآخر أخبار وكواليس نادي الزمالك قبل مواجهة الشباب السعودي يوم الاثنين القادم إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه المعلومات المهمة.